أطلقت الإدارة العامة لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة مبادرة للتوعية بأهمية التقيد بإجراءات السفر، وذلك خلال الإجازة الصيفية. تأتي هذه المبادرة بعد أن تعددت نسبة المسافرين المغادرين والقادمين للمملكة من جميع المنافذ خلال الأسبوع الماضي إلى أكثر من 600 ألف مسافر. مع ارتفاع أعداد المسافرين المغادرين والقادمين للمملكة والتي سجلت خلال الأسبوع الماضي في كل من جسر الملك فهد 495,977 مسافر، وفي مطار البحرين الدولي 112,399 مسافراً، تأتي مبادرة الإدارة العامة لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة بضرورة التقيد بإجراءات السفر ضمن أهداف الإدارة الاستراتيجية، وانطلاقاً من حرصها على التواصل مع مختلف فئات المجتمع. تأكد من صلاحية جواز السفر أو وثيقة السفر بحيث أن لا تقل عن 6 أشهر، وتأكد الحصول على تأشيرة البلد المراد السفر إليها، تأكد من صلاحية تذكرة السفر 3 أيام قبل السفر، وتأكد من حجوزات الفنادق، وتأكد بحمل مبالغ نقدية كافية وصلاحية بطاقة الائتمان. لكن أكد عليهم أن قبل سفرهم المفروض يحتفظون بنسخة من جوازهم، يا نسخة ورقية أو نسخة في الإلكترونية في الإيميل ولا في فلاش ميموري، يكون لو لا سمح الله تحرضوا لأي سرقة للجوازات يكون يتوجهون إلى أقرب سفارة للمملكة في الخارج، وإذا ما في سفارة للمملكة في البلد اللي زايرين يراجعون أقرب السفارة لأحدى دول مجلس التعاون ليقومون بالواجب ويعطونهم نسخة الجواز وإن شاء الله يسهلون أمورهم. تم تنفيذ المبادرة عبر العديد من الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي وموقع الإدارة العامة لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة على شبكة الإنترنت، وتوزيع النشرات المطبوعة التي تتضمن فقرات إرشادية وتوعوية للتأكيد على أهمية تعليمات السفر. أشوف أن الإجراءات الحمد لله في المطار سليمة وسفتي، والحمد لله كل شيء ماشي من أحسن ما يكون، والناس تغدب كلام في البحرين لما يروحون يجون المطار يشوفون يقولون والله أن البحرين حقيقة عندهم نظام وعندهم شيء، وإحنا معروفين بالنظام، وإحنا كل واحد يسافر برا سفير حق بلده، يعني حز اخلاقه وطيبه ويا الناس وبعدين لا تنسين ان احنا معروف يعني معروفين في البحرينيين، في كل مكان تروحين الحمد لله مقبولين. ليش؟ لان ما عندنا مشاكل الحمد لله ولا عندنا شيء ولا نتعدى على اي انسان. شلون يكون الواحد سفير عن بلده في الخارج؟ لازم اول شيء يحافظ على اغراضه الشخصيه ويقرا عن البلده اللي بيروح فيها، يقرا عن قوانينها، شنو مسموح يسوي داخل البلد، شنو مو مسموح يسوي داخل البلد، لازم يعرف شلون يتصرف، ومهم جدا انه يكون يعرف ارقام السفارات عن البلد يعني اللي بيروح لها عشان اذا صار اي امرجنسي اي شيء يرجع لهم. كما وتتيح الإدارة العامة لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة خدمة تجديد جواز السفر إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني بحرين.bh واستلامه خلال ساعات.